مشاهدينا أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامج المشهد، والتي نتناول فيها آخر التطورات السياسية في تونس بعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي، وحدد فيه من وجهة نظره طبيعة خارطة الطريق خلال العام المقبل. في أبرز عناوين هذه الحلقة نقرأ معكم مشاهدينا: الرئيس التونسي يعلن عن انتخابات برلمانية مبكرة في ديسمبر من العام المقبل. ونقرأ أيضا: السعيد يشن هجوما لاذعا على أحزاب سياسية ويتهمها بخيانة الوطن. نقرأ أيضا: ردود فعل متفاوتة بشأن قرارات السعيد حول البرلمان وكذا الانتخابات. إذا مشاهدينا، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد قبل 4 أيام من ذكرى الثورة التونسية لاندلاع ثورة 17 من ديسمبر كانون الأول 2010 التي أطاحت بنظام زين العابدين بن علي، معلنا خريطة طريق لأول مرة منذ انقلابه في 25 يوليو الماضي. كان سعيد صرح في وقت سابق يوم أمس وخلال إشرافه على اجتماع مجلس الوزراء بأنه سيتم الإعلان عن جملة من التدابير بهدف عودة السيادة إلى الشعب. وأبرز ما أعلن عنه الرئيس التونسي في خطاب يوم أمس كان استمرار تجميد اختصاصات البرلمان إلى حين إجراء تنظيم انتخابات برلمانية مبكرة في 17 من ديسمبر كانون الأول من العام المقبل، بعدما كان مقررا إجراء الانتخابات المقبلة في عام 2024. وقال الرئيس التونسي إنه سيتم تنظيم الانتخابات التشريعية وفق قانون انتخابي جديد. من التدابير الجديدة أيضا مشاهدينا، تنظيم استشارة شعبية إلكترونية ومباشرة مع بداية العام وحتى 20 آذار مارس المقبل لتمكين التونسيين من التعبير عن آرائهم حول الوضع العام في البلاد. يتبعها استفتاء شعبي عام في 25 تموز/يوليو المقبل حول ما سماها بالإصلاحات الدستورية، ستعدها لجنة خاصة وتراعي فيها نتائج الاستشارات الشعبية السابقة. قال أيضا إن الانتخابات التشريعية المقبلة ستكون بناء على تلك الاستشارات الشعبية. قيس سعيد قال أيضا في خطابه إنه سيؤسس لمصالحة جبائية مع كل من تورط في الاستيلاء على المال العام، على أن يقوم من أدين بالاستيلاء على المال العام بتمويل الاستثمارات في أكثر المناطق فقراً داخل البلاد. سعيد شدد أيضاً على أنه ستتم محاكمة كل الذين أجرموا في حق الدولة التونسية وحق شعبها منذ الثورة التونسية، مطالباً القضاء بأن يقوم بوظيفته في إطار الحياد التام وفق تعبيره. الرئيس التونسي قال أيضاً مشاهدينا بأن كلمته أمس تأتي في إطار تصحيح مسار الثورة والتاريخ، مؤكدا على أنه فضل إعطاء المزيد من الوقت بعد قراراته الاستثنائية لكي يحدث الفرز التاريخي. وقال إنه كان يمكن إعلان حكومة جديدة في ظرف أيام، لكنه فضل التحقق بنفسه من أعضائها. قال أيضا أن هناك من كانوا ينتظرون أن أوزع عليهم المناصب، وهناك من كانوا يتحدثون عن انقلاب وحكم فردي ويندّدون بالحد من الحريات، لكنني اتخذت قراراً للحفاظ على الوطن. ووفقاً للرئيس التونسي أيضاً، فقد كانت الأشهر التي قضاها بعد توليه المسؤولية مليئة بالألم والمرارة، واصفاً اللقاءات التي عقدها مع الأطراف السياسية بجلسات التعذيب، واتهم بعض السياسيين دون تسميتهم بالمتاجرة بآلام التونسيين بعد تفشي جائحة كورونا، كما اتهم سعيد آخرين بممارسة التنكيل بالشعب وإسقاط الدولة التونسية، وأضاف بأن البعض كانوا يسعون يومياً إلى تهريب الأموال والتخابر مع دول أجنبية، والبعض الآخر حصلوا على تمويل من الخارج قبل الانتخابات البرلمانية. أما ردود الأفعال حول خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد فكانت متفاوتة، تباينت المواقف والقراءات بين الأطراف السياسية التونسية عقب إعلان سعيد خريطة الطريق التي ينوي تنفيذها في المرحلة القادمة، بين من رآه خطاباً استباقياً يكرس الاضطراب والضبابية في البلاد، وبين من اعتبر قرارات سعيد إيجابية ونهاية للحالة الاستثنائية التي تعيشها البلاد منذ الانقلاب يوم 25 يوليو الماضي.
لقراءة خطاب سعيد وتوجهاته المستقبلية وما اعتبره البعض خريطة طريق فردية من الرئيس سعيد، كل ذلك سنناقشه ضمن هذه الحلقة من المشهد. معنا في القسم الأول منها عبر سكايب الدكتور رضوان المصمودي الكاتب والباحث، هو معنا من واشنطن. أرحب بك معنا دكتور رضوان. أهلاً وسهلاً. أهلاً بك دكتور. كيف قرأت ما جاء في خطاب الرئيس التونسي؟ هل هو غريب عن طريقة تفكيره؟ هل فيه اختراق سياسي لربما ينهي الحالة الاستثنائية كما سماها البعض؟ كيف كان تقييمك السياسي دكتور رضوان؟ بسم الله الرحمن الرحيم وشكرا على الاستضافة أخي العزيز. أنا الحقيقة صدمت بهذا الخطاب لأنني كنت أتوقع أنه الرئيس قيس سعيد سيقوم ببعض المراجعات نظرا للضغط الذي يواجهه من الداخل ومن الخارج والمعارضة التي تقوى يوما بعد يوم ضد هذا الوضع الذي أصبحت عليه البلاد، الأزمة الاقتصادية، الأزمة السياسية، الأزمة الاجتماعية والأزمة يعني الصحية. كل هذه الأزمات كانت تتطلب من الرئيس قيس سعيد أن يتواضع قليلا وأن يتشاور مع بقية القوى السياسية في البلاد وأن يجد حلا ومخرجا، ولكن عن طريق الحوار وعن طريق التشاور. طيب دكتور رضوان دكتور نعم. في يعني قبل أن نذهب بما تفضلت به، يعني كانت نقطة بارزة منك الحديث عن أنك تفاجأت، كثيرون تفاجأوا، حتى بعض المحللين المتشائمين توقع أن يكون هذا الخطاب فيه تراجع ملموس، فيه اختراق. نعم. لكن الرجل ذهب باتجاه آخر تماما. لماذا يفشل دائما المحللون والسياسيون والصحفيون ومن يقرؤون سياسة هذا الرجل دائما في قراءة استباقية لقراراته؟ لماذا يفاجئ الجميع دائما؟ الحقيقة أنه الخطاب يوم أمس أو البارحة أظهر أنه السيد قيس سعيد ليس إنسان في حالة عادية أو في حالة طبيعية. أنا كتبت تدوينة على صفحتي في الفيسبوك يوم البارحة مباشرة بعد الخطاب، وقلت فيها أنه أصبح واضحا أنه الرجل يعاني من مرض خطير ويحتاج إلى معالجة. يعني هذا التصرفات وهذا الخطاب، حتى طريقة إلقاء الخطاب يعني في حد ذاته، والنبرة المتعالية على كل خصومه والشتم لكل خصومه والصياح في وجه كل من يعارضه أو من يخالفه الرأي، هذه الحقيقة يعني تدل على أن هناك يعني مرض، يعني هناك ليست هناك حالة طبيعية لهذا الشخص. وأنا أعتقد أن هذه القرارات وهذه التصرفات أصبحت فعلا تمثل خطرا كبيرا على مستقبل البلاد وعلى أمنها واستقرارها وعلى يعني نعم يعني الدولة في حد ذاتها. نعم. فيما جاء من مضامين التونسية. فيما جاء من مضامين دكتور رضوان من الناحية العملية، أي الأشياء التي ذكرها الرئيس التونسي يعني صعبة التنفيذ وأيها يمكن أن يقوم بتنفيذها فعلا؟ والله طبعا سنرى ماذا ستكون ردة الفعل الشارع التونسي يعني خلال الأيام القليلة القادمة. أنا في رأيي أنه سنرى يعني أن المعارضة لهذه الإعلانات وهذه القرارات ستكون شديدة جدا وستكون غاضبة خلال الأيام والأسابيع القليلة القادمة. يعني مثلا الدستور ليس لعبة، يعني لا ينقح بهذه الطريقة بالحوار، يعني عن طريق آليات الإلكترونية وعن طريق الفيسبوك وعن طريق أنه كل واحد يعطي تعليقاته. ليس بهذه الطريقة ينقح الحوار. الدستور معناها قانون كبير ومهم جدا ينظم الحياة السياسية. يعني الدستور 2014 بقت يعني انتخبنا له مجلس وطني تأسيسي منتخبا من طرف الشعب، وظل هذا المجلس سنتين كاملتين يشتغل كل يوم لكي نبني التوافقات، وجابوا يعني خبراء من داخل تونس ومن خارجها لكي ينصحوا ويناقشوا معهم.
يعني ما هي أحسن كل وما هي أحسن الدساتير في العالم، وفي الأخير وافق عليه كل التونسيين تقريبا يعني بنسبة 3 أو 94%. أنه لا نريد دستورا يقسم التونسيين، لا نريد دستورا يمثل نصف الشعب فقط بينما النصف الآخر لا يجد نفسه أو لا يوافق على هذا الدستور. هذا سيكون خطير جدا لو يعني قام الدستور أو قام بتنقيح وتغيير الدستور بهذه الطريقة. هذه الطريقة أولا غير قانونية وغير دستورية وغير معمول بها في العالم. نعم. يعني حتى الانتخابات في العالم، ليس هناك بلد وحيد في العالم يقوم بالانتخابات عن طريق الفيسبوك أو عن طريق نعم الاستشارات الإلكترونية، وهي آلية غامضة. كثيرون تساءلوا كيف يمكن أن يبنى قرار بهذا الوزن لانتخابات مبكرة وحل البرلمان بناء على حتى الاستشارات. فقط نعم. الاستشارات أخي العزيز. نعم. حتى الاستفتاء على الدستور هو يريد أن يقوم به بطريقة إلكترونية، ربما يعني يريد أن يغير كذلك طريق تنظيم الانتخابات يعني. نعم. طب هذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. نعم. دكتور رضوان، لماذا ذهب باتجاه الآلية الفنية الإلكترونية ولم يذهب إلى الحالة التقليدية المعروفة، لجان واستفتاء على الأرض وأشخاص يأتون وطوابير وما إلى، لماذا ذهب إلى الحالة الإلكترونية برأيك؟ يعني أنا برأيي الجواب واضح، لأنه يريد تزوير هذه النتائج. يعني ليس هناك تفسير آخر، يعني في الطريقة التقليدية هي التي تضمن الشفافية وتضمن المراقبة، ويكون هناك مراقبون من مختلف الأحزاب حاضرون وجالسون أمام الانتخابات لكي يراقبوا. نعم. هل هناك خروقات، من هو الشخص الذي دخل ومن هو الشخص الذي صوت، وبطاقة التعريف، ويعني هناك تأكد من أن الانتخابات حرة ونزيهة وشفافة. أما عندما تكون بهذه الطريقة، يعني أي إنسان يمكن أن يدخل. نعم. باسم إنسان آخر. نعم. باسم شخص مستعار، ويعني يقوم بالتصويت، وبالتالي. نعم. دكتور رضوان، أنت موجود في واشنطن. الغرب، الأوروبيون، الأمريكيون وجهوا رسائل نقد مختلفة بأزمان مختلفة لطريقة إدارة الدولة ولطريقة قرارات السعيد. بعد هذا الخطاب وهذه المضامين وشعور الرئيس بأنه وضع خارطة الطريق، كيف تقرأ ما يمكن أن يترتب عليه من تعاطي أمريكي، تعاطي أوروبي مع ما جاء في الخطاب؟ يعني الحقيقة أنه هناك قلق كبير وشديد يعني في واشنطن، وأعتقد في أغلب العواصم العالم، وبالتحديد العواصم الأوروبية التي هي قريبة جدا يعني من تونس. هناك قلق وخوف شديد على أنه الرئيس قيس سعيد أصبح لا يستمع أبدا إلى النصائح، ويعني يأخذ البلاد في منعرج خطير جدا. آخر بيان صدر باسم تقريبا 8 أو 9 دول أوروبية معها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يقولون فيه صراحة أنهم مستعدون لدعم تونس، ولكن بشروط. ليس هناك دولة في العالم تستطيع أن تساعد دولة أخرى إذا لم يكن لديها برلمان. يعني حقيقة أمر غريب جدا أن تبقى تونس بدون برلمان منتخب لمدة 5 أشهر إلى حد الآن، وحسب يعني كلام الرئيس. نعم. قيس سعيد يريد أن يمدد في هذه المدة سنة أخرى كاملة، يعني أن يبقى هو سنة كاملة يقرر مصير البلاد بمفرده وبدون أي سلطة تشريعية تراقبه أو توافق على القرارات. نعم. إذن أنت تتوقع أن تكون هناك لغة سياسية جديدة من الأمريكيين، الأوروبيين، وحتى دول الإقليم تجاه ما جاء في مضامين خطاب الرئيس السعيد؟ أنت تتوقع قراءة جديدة في التعاطي؟ أنا أتوقع نفس القراءة، ولكن ستكون هناك يعني تشدد أكثر في اللغة. يعني سيكون هناك يعني اللغة ستزداد يعني أكثر تشددا وأكثر وضوحا، أنه ليس هناك ولا يمكن لأمريكا أو صندوق النقد الدولي أو الاتحاد الأوروبي أن يقدم مساعدات. هذا ما قالوه يعني في البيان الأخير منذ 4 أيام فقط، لا يمكن لهم أن يقدموا مساعدات أو قروض يعني خاصة
بدون موافقة ومصادقة البرلمان عليها. فعندما يؤجل سنة كاملة يعني الانتخابات البرلمانية، فهذا يعني أنه يصبح من المستحيل على تونس أن تتحصل على مساعدات وعلى قروض، وهم يعرفون جيدا والرئيس يعرف جيدا أن الوضع الاقتصادي لا يتحمل يعني سنة كاملة من الغموض، ويعني من عدم حصول تونس على دعم. سأعود إليك في هذه النقطة لأهميتها، وعلى ماذا يعتمد الرئيس السعيد. فعلا الوضع الاقتصادي يعيش حالة شبه مأساوية في تونس، على ماذا يعتمد الرئيس طالما أن الدول الغربية والمساعدات والبنك الدولي وما إلى ذلك توقف كل هذه المساعدات بناء على الحالة الديمقراطية؟ لكن قبل ذلك دعنا نذهب إلى أبرز من تحدثوا حول هذه الإجراءات وهذا الخطاب، دكتور رضوان على مواقع التواصل الاجتماعي، ثم أعود لك بعدها إن كان لك تعليق على بعض هذه التغريدات. ياسر الزعاترة مشاهدينا علق على خطاب الرئيس السعيد، تحدث قيس سعيد يواصل الهذيان وتوزيع الاتهامات، وصل به الحال حتى أن يعتبر الثورة جائحة أصابت البلاد، هو يمضي من فشل إلى فشل ويهيئ الأجواء للاعبين الحقيقيين كي يستلموا الدفة بأيديهم، شخص محدود الإمكانات يظن أنه سيتحكم بالدولة ورقاب الشعب عبر شعبويات فارغة لا تسمن ولا تغني من جوع، والحديث للكاتب ياسر الزعاترة. دكتور رضوان زيادة كتب: لم يقل لنا قيس سعيد كيف سينظم هذه الاستشارة الإلكترونية التي ستستبدل البرلمان المنتخب كمصدر للتشريع وتبتكر حلا جديدا لم تعرفه الديمقراطيات من قبل. واضح أن سعيد تونس يريد تعيين أعضاء لجنته للحصول على الدستور الذي يرغب، إنها ألعاب الحكم الفرد ذاتها مهما تغيرت مسمياتها. الحديث كان للدكتور رضوان زيادة. الكاتب الصحفي المصري سليم عزوز: قيس سعيد لا معه جيش ولا معه شرطة ولا معه شعب ولا معه ناس ولا له أهل ولا معه قضاء ولا يملك عقلا راجحا، وبيلعب بتونس كرة شراب، فقط قوته في ضعف الآخرين، تخيروا معارضتكم، فالسياسي الضعيف فتنة. والكلام لسليم عزوز. محمد إلهامي قال: قيس سعيد قرر يحكم منفردا حتى ديسمبر 2022، وإلى ذلك الحين سيفعل كل شيء، دستور، قانون انتخابات، وبطبيعة الحال سيقضي الفترة بقرارات وقوانين لا مراقبة له ولا معقب عليه فيها. تحية جديدة للمغفلين الذين كانوا يتحدثون عن خصوصية التجربة التونسية وعن عبقرية الغنوشي، والحديث لمحمد إلهامي. الصحفي والمذيع محمد كريشان كتب: ما أعلنه قيس سعيد البارحة لا يعني شيئا سوى مزيد الإمعان في إدخال البلاد والعباد في متاهة لا تحمد عقباها. إذن كانت هذه بعض التغريدات لمن علق على خطاب الرئيس قيس سعيد. أعود لك مرة أخرى دكتور رضوان، إن لفت لك ملاحظة على بعض ما جاء في هذه التغريدات. نعم، يعني أنا أتفق مع أغلب ما قالوهم الأستاذ الفاضل، ولكن أعتقد أنه ما زال هناك خصوصية في التجربة التونسية، لأن التجربة التونسية الديمقراطية ما زالت تقاوم يعني في هذا الانقلاب بالطرق السلمية، ما زالت تعارض هذا الانقلاب بالطرق السلمية، وأعتقد أنه سيفشل هذا الانقلاب يعني قريبا يعني بإذن الله، لأنه الغضب الشعبي يزداد يوما بعد يوم، ولكن أيضا بالطرق السلمية. إلى حد الآن ليس هناك موتى، ليس هناك مجاريح، ليس هناك عنف في الشارع، ليس هناك مواجهات بين الشعب يعني مختلف الفصائل أو بين الشعب والجيش أو الشعب والأمن. هذا الحقيقة يعتبر يعني نوع من الرقي الحضاري والرقي السياسي أيضا الذي نجده في الدول الديمقراطية. يعني الديمقراطية تقع فيها أحيانا بعض الأخطاء أو بعض الحوادث والكوارث، كما شاهدنا حتى في أمريكا نفسها، يعني عندما رفض ترامب الخروج بطريقة قانونية أو طريقة آمنة
وحض يعني وشجع يعني جماعته وداعميه على الهجوم على الكونغرس. كان هناك موتى وكان هناك مجاريح، وكادت التجربة نعم. الديمقراطية كاد أن يحدث انقلابا يعني في أمريكا في هذه السنة، يعني في أقل في 6 جانفي الماضي. يعني هذه الحوادث تقع في الديمقراطيات، ولكن التجربة الديمقراطية في تونس أنا واثق أنها ما زالت نعم. حية وما زالت نابضة. عن الحالة السياسية دكتور رضوان، يعني بعد كل الذي جرى، هل نتوقع قراءة واصطفاف سياسي وحزبي ونقابي جديد في تونس يواجه ما سيأتي بعد هذا الخطاب، أم أننا ستبقى الخصومة السياسية والاستفادة من هذه الفراغات بين القوى السياسية هي الفيصل أيضا؟ نعم، هو هذا هو السؤال المحوري والسؤال الصعب الحقيقة. يعني هل القيادات الحزبية والسياسية والحقوقية في تونس قادرة أن تتوحد في وجه هذا الانقلاب؟ أعتقد أنها قادرة، ولكن ربما يعني تحتاج بعض الوقت لكي يعني تلملم جراحها. يعني هناك من يعمل على تقسيم هذه الأحزاب وإضعافها، وهناك من يعمل على يعني شيطنة بعض الأحزاب مثل حركة النهضة لإقصائهم وإضعافهم وإضعاف المعارضة في الحقيقة، لأن قوة المعارضة هي في وحدتها. أعتقد أنه خلال الشهر وشهر ديسمبر وشهر جانفي هما دائما شهر أو شهرين يعني من الانتفاضات الشعبية في تونس، ومن يعني ارتفاع نسبة يعني المظاهرات والاعتصامات والاحتجاجات. ولذلك أعتقد أنه اليوم فقط في الحقيقة هناك بيان جديد أو ندوة صحفية جديدة عن تكتل جديد لإنقاذ تونس، أعتقد اسمه الجبهة الوطنية للإنقاذ أو شيء من هذا القبيل، فيها وجوه معروفة من المعارضين من مختلف الأحزاب. أعتقد أن المعارضة والأحزاب السياسية ستتجه أكثر فأكثر نحو التوحد ونحو الشعور بالخطر. يعني الآن بعد خطاب البارحة أصبح الخطر حقيقة نعم. واضح جدا، وهو الخراب والدمار نعم. للاقتصاد. لو عدنا إلى السؤال الذي سبق استعراض ما جاء في مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت عن أن الوضع الاقتصادي التونسي لا يحتمل جمودا جديدا حتى العام المقبل أو جمود البرلمان وما إلى ذلك. السؤال ربما الذي يطرحه كثيرون دكتور رضوان، على ماذا يعتمد الرئيس التونسي وحال الاقتصاد بهذا الشكل؟ ما هي أوراقه الرابحة التي يدفع بها أمام المواطن الفقير ليبرر له ما يجري؟ هو يعتمد في الحقيقة على شيء واحد، وهو الخطاب الشعبوي الذي يعد الناس وخاصة الفقراء منهم أو العاطلين عن العمل وخاصة الشباب منهم، يعدهم بالعصا السحرية ويعدهم بأنه رجل نظيف يريد أن يقاوم الفساد. هذا الخطاب الشعبوي في الحقيقة هو يعني انتشر في السنوات الماضية في كل أنحاء العالم، وأثبت أنه قادر أن يعبئ الناس لمدة معينة، ولكنها لا تدوم كثيرا ولا تطول كثيرا. سرعان ما يتضح للجميع أنه هذا الخطاب الشعبوي غير قادر على تقديم الحلول الحقيقية أو إيجاد حلول حقيقية. ماذا فعل قيس سعيد في الخمسة أشهر الماضية لمحاربة الفساد مثلا؟ لم يفعل أي شيء. ماذا فعل الاقتصاد أو للتنمية أو لحل مشكلة البطالة أو الغلاء المعيشة؟ لم يفعل أي شيء في الخمسة أشهر الماضية، بل بالعكس الوضع ازداد سوءا على كل المستويات، خاصة على مستوى البطالة ومستوى الفقر. يعني بالتالي الخطاب الشعبوي يمكن أن يعبئ الناس لمدة محددة ومعينة، ولكن بعد مرور الزمن يستفيق الجميع أن هذا الخطاب الشعبوي هي خدعة وغير يعني ليس له قيس سعيد ولا أي شخص في الحقيقة في مكانه القدرة على أن يواجه كل هذه المشاكل بمفرده. نحتاج إلى حياة سياسية طبيعية، نحتاج إلى حلول جذرية ولكن تكون بالتوافق وبالاستشارة والتشاور
مع كل الأطراف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في البلاد. هذه حلول وطنية ليس لا يمكن لأحد يعني أن يفرضها على المجتمع. كل الشكر لك دكتور رضوان المصمودي على وجودك معنا وهذه القراءة التحليلية لأبرز مضامين ما جاء في خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد. دكتور رضوان المصمودي الكاتب والباحث السياسي كل الشكر لك، كنت معنا عبر سكايب من واشنطن. نذهب الآن مشاهدينا إلى هذا الفاصل، نعاود بعده ما تبقى من هذه الحلقة من برنامج المشهد. من جديد أهلا بكم مشاهدينا إلى القسم الثاني من هذه الحلقة من برنامج المشهد، والتي نعالج فيها بالقراءة السياسية والتحليل لمضامين خطاب الرئيس التونسي قيس سعيد وما حمله من خارطة الطريق من وجهة نظر الرئيس. ضيوفي في القسم الثاني من هذه الحلقة الأستاذ عماد العبدلي المحامي والناشط السياسي، أرحب بك معنا أستاذ عماد. شكرا. وعبر سكايب معنا الأستاذ عادل بن عبد الله المحلل السياسي التونسي. البداية مع هذا التقرير مشاهدينا ثم نبدأ الحوار بعد ذلك. في تونس ينشغل الشعب في مكافحة الأزمات الاقتصادية والمعيشية ومحاولة التكيف معها، وعلى الطرف المقابل ينشغل رئيس البلاد بالصراع السياسي ومحاولة تغيير نظام الحكم الديمقراطي في البلاد بإجراءات متتالية يعلن عنها بين خطاب وآخر. قيس سعيد الرئيس التونسي وفي خطابه الأخير خرج على الشعب ليعلن عن بعض القرارات، أبرزها تمديد تجميد البرلمان حتى إجراء انتخابات قال إنها سوف تجرى بعد عام من الآن، كما قرر إجراء استشارة شعبية على الإنترنت تشمل التونسيين في الداخل والخارج لتقديم مقترحات بشأن الإصلاحات السياسية في الفترة ما بين الأول من يناير وحتى نهاية شهر مارس عام 2022. وفق قرارات الرئيس فإنه سوف يتم إجراء استفتاء على هذه الإصلاحات المقترحة في 25 من يوليو المقبل، كما أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 17 من ديسمبر 2022 حسب ما قال سعيد. ردود الأفعال حول قرارات سعيد الجديدة تعددت، إلا أن أغلبها كان منتقدا، خاصة الأحزاب السياسية والتي لا تزال معارضة لأغلب إجراءات الرئيس وقراراته منذ 25 من يوليو الماضي، حيث انتقدوا هجومه المتواصل والمتكرر في كل مناسبة على جل الأحزاب التونسية والنقابية المعارضة له. حتى ذهب بعضهم إلى تشبيه هذا الخطاب المستعد لأغلب الأطياف السياسية بخطاب بن علي الأخير قبل هروبه. هذا وقد اعتبر آخرون أن لجوء سعيد إلى وضع رزنامة زمنية وتواريخ محددة اضطرارا واستجابة للضغط السياسي المحلي والدولي عليه لإعلان خارطة الطريق للخروج من الوضع الاستثنائي. ومن تعلقت به قضية. إذن أجدد الترحاب مرة أخرى بضيوفي الكرام هنا في الاستوديو، الأستاذ عماد العبدلي المحامي والناشط السياسي، وعبر سكايب الأستاذ عادل بن عبد الله المحلل السياسي من تونس. أستاذ عماد، لو بدأت معك، أين تكمن خطورة ما جاء في خطاب الرئيس سعيد؟ أبرز النقاط الخطيرة التي تعتقد أنها جاءت في الخطاب. شكرا على الاستدعاء وشكرا لجمهور قناة الحوار وأيضا للأستاذ عادل بن عبد الله المشارك الآخر في الحوار. أعتبر أنه ثم شيئين خطيرين على الدرجة الأولى، هو أسلوب هو المقدمة السياسية للإجراءات التي قدمها، ثم البعد الزمني للإجراءات التي يريد أن يقوم بها. نعم. وهناك أبعاد أخرى طبعا. المقدمة السياسية هي نفسها. نعم. بعد أن توهم البعض أنه لما كان في جلسة مجلس الأمن القومي قد اعتمد خطابا أكثر يعني انفتاحا، وأنا في الحقيقة جاتني فرصة باش نقول أنه هذا الخطاب لم يكن فيه أي شيء جديد، وإنما نعم. هو تفاعل سريع مع حادثة الحرق التي تمت في مقر حركة النهضة بتونس. ففي مواجهة يعني حدث يعني كان معناها متوتر جدا اعتمد خطابا يبدو أنه التصالح، ولكن في الحقيقة يعني لم يكن منه شيء. والمقدمة السياسية تبين أن هذا الشخص معناها فعلا عايش خارج الزمن التونسي، باش ما نقولش خارج نعم. الزمن تماما، لأنه في النهاية فتح حرب على الجميع،
فتح حرب على المؤسسات، على فكرة الدولة، على فكرة الحوار، على فكرة المجتمع، على فكرة التعايش. هو يعتقد أنه هو الوحيد الصالح والبقية طالحون، هي الشعبوية في تركيزها. نعم. في تركيزها. والقسم الثاني تحدث موضوع الثاني هو التأجيل، الأجال البعيدة. والتأجيل نعم. عنده معنيين بسرعة. المعنى الأول أنه هو نفسه لا يعرف ماذا يفعل، ولذلك يحتاج إلى وقت أطول حتى يعني حتى يقدر. نعم. هو ومن وراءه ماذا سيفعلون، وخاصة مع غياب البعد الاقتصادي الاجتماعي في الإجراءات التي قام بها، يبين أنه فعلا لا يملك أي خطة لإنقاذ الوضع. والأخطر من ذلك أنه بهذه الأجندة إن صح التعبير يحاول أن يعيد إليه جزء من الجهات السياسية والجمعياتية التي كانت في لحظة معينة معه ثم انفكت منه، ثم يبدو أنها في تصريحات أولى اللي نسمعت أنه تصريحات الاتحاد، تصريحات بعض النواب من التيار الديمقراطي، تصريحات حركة شعب ما إلى ذلك، هناك محاولة لاستعادة في طار ما يسمى بالخيار الثالث. نعم. معناه عن هو محاولة إنقاذ هذا الانقلاب من نفسه. نعم. عن هذه الاستجابة السؤال لك أستاذ عادل بن عبد الله، هل نتوقع يعني تفهما حزبيا، تفهم سياسيا من بعض القوى، تفهما نقابيا، والأهم تفهما شعبيا؟ هل نتوقع وجود قاعدة شعبية مرحبة لما جاء من هذه المضامين؟ أولا شكرا على الدعوة الكريمة ومرحبا بضيف كريم الأستاذ عماد. إجابة عن سؤال، أظن أن الأهم الشعبي هذه المرة سينحصر أساسا في النواة الصلبة لمشروع أستاذ فرانسيس عايد، تلك النواة التي كانت خلال الدور الأول والتي أخذت مشروعه السياسي مأخذ الجد. يعني أستاذ فرانسيس عايد كان واضحا لكنه لم يؤخذ بالجدية الكافية سواء في الحملات الانتخابية أو عن وصول إلى قصر 13 واتخاذه من السنة 25 جويلية. الأستاذ قيس سعيد ذكرت هذا في أكثر من مقال وفي أكثر من تكوينة وفي أكثر من معلمي، يعتبر نفسه وكيلا بكل مخاطر ويأخذ البديل بكل مؤسسات الدولة، هو يعتبر نفسه فاتحة لمعارض سياسي جديد الديمقراطية المجالسية. نعم. أغلب الخصوم وأغلب من نصرها أيضا لم يأخذوا هذا الطرح أو هذا التمثل في مشروع قيس سعيد، ولذلك أن هناك من توجي ومن كما قال الرئيس نفسه طعن فيها تجزئوا أو رجعوا قاسمين يعني أو وسلم. نعم. يعني حتى نعم. أستاذ عبد الله سأعود إليك مرة أخرى لتحسين الصوت والتواصل فيما بيننا حتى نستفيد بشكل أكبر من رأيك وحضورك معنا ضمن هذا الجزء من الحلقة. أستاذ عماد، الرئيس سعيد طالب القضاء بالتحرك ومساندته وملاحقة من وصفهم بأعداء تونس وأعداء الشعب والفاسدين وإلى آخره، بذات الوقت ليست العلاقة بينه وبين المؤسسة القضائية علاقة جيدة، هو دائما ما يطالب بالتطهير القضاء، ومن خرجوا أمس خرجوا أصلا بخلفية قضائية رافضين التدخل في القضاء. كيف تستقيم المسائل بأن نطلب من السلطة القضائية مناصرة وملاحقة الفساد في الوقت الذي يتهمها فيه الرئيس ذاته بأنها تحتاج إلى تطهير؟ الإشكال هو في الرئيس نفسه، عنده تصور للدولة وتصور للحكم مختلف تماما عما تعادنا عليه. نعم. يعني أيا كانت الخلفية الإيديولوجية للناس، فهو كل من يأتي أو من يخالفه هو ضده في لحظة معينة. هو يعتقد أن لما أخذ لنفسه أيضا السلطة القضائية أو أمر النيابة العامة كان يعتقد أن القضاء سيتبعه مباشرة، قام بضغط متواصع القضاة من خلال استدعائهم إلى قصر قرطاج ليقوم عليهم بمحاضرات فقط لا يتكلمون. يعني مشهد فعلا مضحك جدا، قضاة يعني اللي هما الأصل السلطة الأولى في البلاد هو يتكلمهم يسمعون ثم يغادرون دون أن يقولوا كلمة. كان يعتقد أنه بهذه الطريقة بهذا الطريق بإمكانه أن يجعلهم معه، ولكن لم ينجح في ذلك. فالإشكال هو هذا، أنه القضاء في لحظة معينة
كان هناك ربما حتى بعض القضاة اللي كان ممكن يوافقوا قيس سعيد في تمشي، ولكن لاحظوا أمرين. الأمر الأول أنه بعد 5 شهور تقريبا لم يقل بأي شيء إجراء تفصيلي في المجال، لا السياسي ولا الاقتصادي ولا الاجتماعي ولا الأمني ولا غيره ولا اللوح. فبالتالي هذا الشخص لا يملك برنامج ولا يفهم ما يدور حوله، وعنده مجموعة من الأخطاء الكارثية خاصة في المسائل الاجتماعية والاقتصادية، وفهمه الاقتصاد مضحك جدا. فهذه نقطة. النقطة الثانية هو أنه مر إلى إعطاء الأوامر وليس إلى إعطاء الوجهة. فنفرق بين أنك كسلطة تنفيذية كرئاسة تعطي وجهة سياسية للقضاء، ويعني كسلطة تنفيذية تقول أولوياتنا هذه السنة أن نقوم بكذا وكذا، أو في هذه مدة الحكم كذا. يعني بإمكانك أن توجه القضاء بطريقة بالنظرين ديمقراطية من خلال رسم توجهات للقضاء. هو لا يرسم توجهات للقضاء تحافظ على استقلالية القضاء، هو يعطي أوامر القضاء لتصفية حسابات مع خصوم سياسيين معروفين، وهي على الأقل 3 أحزاب: حركة النهضة، قلب تونس، ولا ائتلاف الكرامة. فالقضاة مع كل ما فيهم يعني يفهمون أن الوضعية اللي هما وصلوا لها من 2011 لحد الآن هي أفضل وضعية مرة بين القضاة في تاريخهم. فلا يمكن للقضاة الآن أن يفرطوا في هذا الموقع المتميز الذي يستحقونه، والذي وصل إلى حد أن تصبح المجلس على القضاء مؤسسة دستورية. فهم في أحسن وضعية ممكنة مع كل النقائص ومع كل الخلفيات التي لا تزال يعني تشوب الممارسة القضائية في تونس. لا يريدون أن يشوهوا ما وصلوا إليه من هذه المرتبة من خلال الخروج عن القانون واتباع لربما ما يريده الرئيس من تسخير لهذه المؤسسة وهذه السلطة. هم حققوا إنجازات يعني لأنفسهم كقضاة بالمعنى الإيجابي، لست نتحدث امتيازات بالمعنى المؤسساتي لاعتبار مهنتهم واعتبار أفرادهم، هذا نقطة مهمة. ثم هم أيضا يفهمون أن هذا الشخص ليس له مسار واضح، ويخافون بالتالي هذا سيعقد من الكثير من المطالب والكثير من الإجراءات التي طالب بها الرئيس في خطابه الأخير، بالنظر إلى هذه العلاقة يعني المتوترة إنجاز التعبير بينه وبين غالبية من في السلطة القضائية. عاد معنا الأستاذ عادل بن عبد الله. أستاذ عادل، الرئيس قال يعني بما نصه إن هناك من كان ينتظر أن يوزع عليهم المناصب لكنه لم يفعل. عن أي فئة يتحدث الرئيس هنا؟ من يقصد؟ الرئيس قيس سعيد يقصد أولئك الذين نصروه مناصرة مطلقة في إجراءات يوم 25 جويلية يوليو الماضي، ثم اتخذوا موقفا محفوظا منه خاصة بعد المقصود 117 المؤرخ ب 22 سبتمبر. يعني هؤلاء الذين كانوا ينتظرون من الرئيس سعيد أن ينتظر مرحلة الاستثناء التشاركية، وكانوا يتقاطعون معه أيضا في خصومته أو في صراعه الذي أصبح صراعا في دين تحت النهضة ومع ائتلاف الكرامة، قالوا أن الرئيس سعيد يكمل مشروعا تشاركيا. لكن الرئيس يسر موقع أنه صاحب أنه الأوحد أو يمثل الإرادة الشعبية، فأنه هو من تحمل مسؤولية الإجراءات وقام بها دون أي سيل من أي طرف سياسي حتى أولئك الذين نصروه. هو الآن الحقه بالفئة الأولى التي يسمونها المأجورين المخمورين، ظهرت في خطابه بالأمس فئة الطماعين الذين ردوا على أعقابهم. نعم أستاذ عادل، تتوقع أن يستمر بهذا النمط التفردي أم أنه لربما يعني سيستجلب هؤلاء الذين يعيشون حالة خصومة لربما مع النهضة ومع قلب تونس ومع تحالف الكرامة؟ هل نتوقع شكلا جديدا من تعاطيه مع هذه الفئة السياسية التي دعمته في البداية؟ لا أظن ذلك. الأمس الرئيس قيس سعيد رد حتى على الاتحاد العام التونسي للشغل، أو ما طرح طرحه الاتحاد باعتباره طريقا ثابتا. الرئيس لا يخضع في قراراته لأي حسابات سياسية براغماتية، يعني من وجهة نظر سياسية براغماتية كان عليه على الأقل أن يقرب إليه من يتقاطعون معه في بعض الملفات أو في بعض المواقف. لكنه منذ 25 جويلية أظهر للتونسيين وللعالم أيضا أنه يحمل مشروعا جديدا. هذا المشروع لا مكان فيه
احداد ما يسمى بالحزام البرلماني الرئاسي يعني التيار وحركه الشعب. نعم. ايضا لان في اغلب الاجسام الوسيطه الديمقراطيه التمثيليه او الديمقراطيه السياسيه هذا ما صرح الرئيس السعيد عندما كان مرشحا قال ان زمن الديمقراطيه البرلمانيه او النيابيه قد انتهى. نعم. هو يعتبر نفسه فاتحه لعهد سياسي جديد. هو قد طرح ما نسميه تأسيس جديد او الانتقال الثوري الجديد منذ سنه 2013، يعني ما يقوم به الان وما قام به منذ وصوله الى الرئاسه كان سيقوم ولو كان الحزب الاقوى حزبا شيوعيا او حزبا تشيعيا جديدا او حزبا قوميا كان سيقوم به ولن يتغير شيء. نعم نعم، هي يعني واضح انها شكل من اشكال نظره وعقليه الرئيس بالاداره السياسيه. فيما يخص الخارج، وهنا اعود لك مره اخرى استاذ عماد، هل ما طرحه الرئيس قيس سعيد يمكن ان يهدئ الخارج الذي انتقد اجراءاته، انتقد تجميده للبرلمان، انتقد هذا السلوك الذي اعتبر انقلابا على الدستور؟ يعني هو وضع خارطه الطريق او سماها كذلك، هل هذا سيهدئ الغرب برأيك والأمريكيين وغيرهم، أم أنه يعني سيزيد من انتقادهم أكثر بالعكس؟ أعتقد أن الإجابة هي الاثنين معا. نعم. من جهة هو سيهدئهم إذا وجد في الداخل، وقد وجد وقد بدأ يجد أو يوجد معنا في الداخل من يتفاعلون مع هذه الأجندة الوهمية. نعم. تونس عندها إشكال حقيقي وإشكال التنازع الايديولوجي الصفري، بمعنى انه منذ معادله صفريه انا او يعني انت يعني او انا وانت. نعم. هذه هي المعادله الصفريه التي منعت التي سمحت لقيس سعيد في 2019 باش يترشح. يعني نعم. وان يخادع الجميع، ثم سمحت له الى حد الان ان يستمر في هذا الانقلاب انا نسميه انقلاب الغبي في شكل. بالتالي الخارج سينظر الى حجم الدعم الداخلي لهذا القرار. هذا معطى، وهذا يعني مساله خطيره جدا. نعم. ربما تكون هي واحد. وقلت ثم ارهاصات ربما نتاع بعض الناس اللي مدفوعين باجندات خاصه ومدفوعين حتى بتدخلات اجنبيه من خلال اساسا الدور الفرنسي، ممكن أن يوحوا بأنه ثم قعد شيء يتحسن. العكس ماذا؟ هو أنه قيس سعيد هجومه الواضح على الأحزاب وقوله الواضح بأني لن أعيد البرلمان، يعني اللي هو مطلب من المطالب الدولية، هذا سيكون سلبيا. نعم. بالنسبة لي، لأنه في النهاية الديمقراطية المجالسية الهلامية التي يحلم بها هو لا يقبلها أحد، لأنها في النهاية ليست ممكنة التحقيق. نعم. إلا في ذلك. فهذا هو الإشكال. أنا ربما أهم نقطة في تقديري في قراءة المشهد التونسي، وأنه الرئيس نفسه وهو يتحدث هو لا يعرف الخطوة القادمة، وفقط استباقا كسب لتحرك وقت يعني. استباقا. نعم. لتحرك 17 ديسمبر، واستباقا لغليان الساحة السياسية والمجتمعية، أراد معناها أن يقدم هذه الأجندة التي تحدى عنها الجمع، وهي أجندة إذا كان نأخذها بنقاطها السبعة في النهاية أنا أعتقد أنها لن تتحقق بالشكل الذي أراده، أيا كانت يعني، يعني حتى في ظل استفراده بكل الصوت لن تتحقق، لأن في النهاية كل خطوة، وربما الوقت ما يسمحش، لكن كل خطوة لو أردنا أن ننزلها بشكل تفصيلي سنجد حول عشرات المطبات، لأنه. نعم. في النهاية هو كلام وليس برنامج. نعم. لو تحدث عن خيارات القوى السياسية أستاذ عادل، هل اتضحت أكثر خارطة السياسة المقبلة للأحزاب، للفعاليات، للنقابات؟ هل أصبحنا أقرب إلى حالة وحدوية لربما لمواجهة هذه الإجراءات التي تضر بالكل التونسي ولا تضر بخصم دون آخر؟ هل اقتربنا أكثر أم ما زلنا نعيش حالة جمود سياسي بين الأحزاب؟ فعلا خطاب الرئيس ليلة أمس قرب بين أطياف المعارضة المختلفة، على الأقل قرب بين مبادرة مواطنون ضد الانقلاب والترويكا الحزبية المعروفة التي تتشكل من التكتل والجمهوري والتيار الديمقراطي. هذه الأحزاب الثلاثة أعلنت أنها ستكون في الشارع يوم عيد الثورة الذي جعله الرئيس قيس سعيد تاريخا جديدا، يعني يوم 17 ديسمبر القادم. هذه خطوة أظن أنها إيجابية ولكنها غير كافية،
يعني هناك اطراف معارضه اخرى مثل حزب العمال الذي ابدى معارضه مبدئيه منذ 25 جويليه، وهناك ايضا الاطراف التي لا اعتبرها معارضه مثل الاتحاد العام التونسي للشغل الذي اظن انه اقرب الى التفاوض او الى محاوله الضغط لاستعادة المسار الانقلابي لألاجه أو ألقه الأول. لا يمكن أن نعتبر مثلا الاتحاد معنيا بمعارضة الرئيس على الأقل إلى هذه اللحظة، ربما يتطور الموقف في الأيام القادمة، لكن إلى حدود هذه اللحظة الاتحاد ما زال أقرب إلى تبني موقف الرئيس، ولا ينتظر إلا تشريكا في إدارة حالة الاستثناء وضمانا لموقعه في مخرجاته. نعم، أختم معك أستاذ عماد العبدلي، أقرب سيناريو خلال الأيام الأسابيع أو الأشهر القادمة ما هو برأيك بعد هذا الخطاب؟ أقرب سيناريو هو ما سيحصل بين 17 ديسمبر و 14 جانفي. نعم. يعني وهي الفترة التي اختارتها مواطنون ضد الانقلاب من أجل برمجة مجموعة من المتحركات المتواصلة من أجل الوقوف نعم. ضد الأجندة. إذا مررنا في هذه الفترة من مرحلة الاحتجاج المواطن المجتمعي إلى مرحلة التحاق الصف السياسي بهذه التحركات، نعم. أعتقد أنه الأجل يعني الإجراءات قيس سعيد وخطابه معناه لن يتحقق ولن يدوم طويلا، وسيجد قيس سعيد نفسه خارج اللعبة تماما بعد أسابيع أو أكثر من ذلك. ولكن إذا كان استمر غياب السياسي بمعنى الأحزاب نعم. السياسية وأيضا غياب الممثلين تاع البرلمان الشرعي عن المشهد الاحتجاجي وعن إعطاء مضمون سياسي متكامل فيه قراءة نقدية وأيضا قراءة استشرافية لمستقبل البلاد، فأعتقد أنه سيتواصل الوضع على ما هو عليه في انتظار أن يعني تحصل أحداث ربما كبرى، باعتبار أنه العامل الخارجي في تقديري في تونس دوره ضعيف جدا. ضعيف. نعم. باعتبار والإقليمي أيضا الخارجي والإقليمي. نعم. جملة الدول في الإقليم نعم. وفي الخارج نعم. لا يعتبر بالنسبة لي الموضوع التونسي موضوع أولوي ولا نعم. ولا مستعجل، فبالتالي التعويل على البعد الخارجي تقديري هو تعويل ضعيف جدا. أمريكا عندها ملفات متوترة. الحل جداً. تونسي تونسي يعني. الحل تونسي ولكن نعم. حل تونسي بشكل سياسي. ما يريده قيس سعيد في كلمة هو إقصاء السياسة، فلن يطيح بسعيد إلا عودة السياسة نعم. باعتبار أن السياسة شرف وليست جريمة كما يريد قيس سعيد. السياسة شرف مع قدرتها على أن تنتقد نفسها وأن تعيد نعم. رسم مسارتها، لكن مدام قيس سعيد ينظر للسياسة كجريمة والسياسة غايبة فيعني أن خطاب قيس سعيد متواصل وأنه مشهد الغموض سيتواصل. نعم، إذن الكرة في ساحة السياسة والسياسيين في تونس الخروج ورسم خارطة طريق بديلة لربما للرد على ما جاء في مضامين خطاب الرئيس أعتقد التونسي. أعتقد كل الشكر لك أستاذ عماد العبدلي، عفوا، شكرا لك المحامي والناشط السياسي على وجودك معنا هنا في الاستوديو. الشكر موصول لك أيضا عبر سكايب الأستاذ عادل بن عبد الله المحلل السياسي التونسي، ولكم أيضا أنتم مشاهدينا الشكر موصول على طيب المتابعة. حتى نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج المشهد، أترككم في أمان الله.